أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على الدور الذي يطلع به برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية في استقطاب الطاقات البحرينية الشابة المتميزة في الجهات الحكومية المختلفة بهدف صقلها من خلال برنامج تدريبي مكثف، حيث أنه يعتبر نموذجا طموحا يجسد جانبا من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في الحرص والاهتمام بدعم القدرات البحرينية والاستثمار في تطوير العنصر البشري وتشكيل الكفاءات القيادية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مع منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها البرنامج مع المسؤولين الحكوميين ليتسنى للمشاركين في البرنامج فرصة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاطلاع على آخر المنجزات. خلال اللقاء استعرض القائد مع منتسبي البرنامج مشاريع الهيئة الكبرى التي يتم إنجازها في الوقت الحالي والتحديات التي تأتي مع التنفيذ، والتي من بينها استراتيجية الحكومة الإلكترونية ومشروع الحوسبة السحابية وغيرها من المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات. كما تطرق إلى استراتيجية الهيئة الشاملة في المرحلة القادمة. في ختام اللقاء دعا القائد جميع منتسبي البرنامج إلى الاستفادة من هذه الفرص والتجارب، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المهنية ومتطلعا لأن يسهم هذا البرنامج في إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي.